سلمى، بعد انتهاء يمكن نتائج الثانوية العامة، وطبعا الطلاب هلأ عندهم المفاضلة الجامعية اللي كتير ممكن يحتاروا أو يضيعوا بسبب رغبة الأهل أو مقارنتهم ببعض الأقارب أو حسب علاماتهم، أو اللي جايب علاماته بيطلع له كل فروع ما عاد يعرف يحدد يمكن الهدف المنشودة من دخوله للجامعة. لهيك رح نحكي أكثر عن كيفية الاختيار المناسب للطالب الجامعي مع الأخصائية التربوية الأسرية هنا أنيازي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية يا رب. يسعد صباحك. يعني دائما خلال هاي الفترة من السنة بيكون هذا الشغل الشاغل لكل الأهالي اللي عندهم طلاب بالثانوية وبدهم يدخلوا على الجامعة، كيفية تحديد دخول الطالب للجامعة، كيف بيقدر يوافق بين علاماته وميوله وطبعا رغبات الأهل. أكيد خلينا نبلش نحكي عن هاي الحالة بشكل عام. صعبتيها، رغباته وميوله ورغبات الأهل كمان. هي هيك جاية، هي هيك الوصفة. نحن هيك ماشيين. هلا هي هذا القرار بصراحة هو صعوبته وصعوبة الاختيار فيه، لأنه هو بوابة مستقبل. يعني هلا الطلاب خلصوا مرحلة وبلشوا بمرحلة جديدة، المرحلة الجديدة بالنسبة لهم بتشكلهم كتير إشارات استفهام وكتير مطبات لسه قدام منهم، فهي هيدي ما لها سهلة أبدا. فبتجي بعدين ضغوطات المجتمعية، العلامات وقديه جمعنا، قديه كانت إمكانياتنا أفضل أو لا، إمكانياتنا أقل من هيك والحمد لله توفقنا بالعلامات. كل هاي بتكون بالنسبة للطالب أو حتى للأهل مرحلة ما لها سهلة أبدا أبدا. أهم سؤال بدنا نسأله لحالنا ولأولادنا هن يجاوبوا عليه، ليش بدك تدرس هذا التخصص أو ليش بدك تفوت؟ في كمان مؤشر تاني كتير مهم أني أنا أعرفه، هو أني أعرف هيدي التخصصات. للأسف نوعا ما دراستنا تقليدية ما كتير بتعمل على توسيع المدركات أو توسيع المجالات، ما كتير مفصلة. بالدول الأوروبية المنهاج التعليمي قائم على أنه يعرفوا عدة مجالات من المرحلة الإعدادية، يكتشف الطالب إذا بدك من الروضة، من الروضة بيشتغلوا لحتى يعرفوا شخصية الطفل وشو ميوله وشو الاتجاه اللي هو خرج ينمي فيه هيدي الميول لحتى يبدع، لحتى يستمتع باستمرارية حياته والمجال اللي هو عم يدرسه. فنوعا ما دخولنا لبوابة التخصص الجامعي هي بوابة مستقبل، فقديش هذا المستقبل حابين يكون سهل أو حابين بالعكس يشكل عبء فوق الأعباء اللي نحن عايشين فيها، هون بتلعب اللعبة الأساسية بتربيتنا لأبنائنا باتخاذ القرار بهيدي الوقت. قديه هذا التخصص بيناسب شخصيتنا، بيناسب ميولنا، إذا بدك بيناسب معتقداتنا والأشياء اللي نحن منآمن فيها. يعني اللي بيآمن بالبيئة، اللي بيآمن بأشياء طبية، اللي بيعنده هيدا الشيء داخل مزروع بتربيته، فدخوله لهذا التخصص كتير بيلعب دور بنجاحه، بإبداعه، بمستقبل أجمل إذا بدك، وبحياة أسهل. فشوفي قديش الكلمات بسيطة ولكن كتير عميقة، فكرمال هيك نحاول نحن كأهل ما نكون هذا العبء الزايد على أبنائنا، وما نحاول نطلع إذا بدك مكبوتاتنا وقصصنا اللي ما قدرنا نحققها والإشياء اللي انحرمنا فيها ونلبسها لأولادنا بقوالب لا بتناسب هذا زمانهم ولا بتناسب شخصيتهم وفرديتهم. طيب يمكن كمان هلا بنشوف كثير من الطلاب بفوتوا على الجامعه اول سنه وبردوا بغيروا الاختصاص لانه ما انهم مرتاحين فيه او لانه هن رغبه فاتوا على رغبه اهلهم او نصيحه اهلهم بانه مثلا لا والله فوت مثلا الادب الانجليزي بيفتح لك مجالات اكثر، مع انه ما بيكون كثير مستعد ليفوتوا للفرع او بيكون حابب فرع ثاني. كيف بدنا نفهم الاهل شيء انه الابداع هو باي فرع ممكن الطالب يكون حابه، ما ضروري الافرع الشائعه بالمجتمع اللي هن كل الأقارب يمكن يفوتوا عليها. كيف بدنا نفهمون هاي الرسالة؟ حكيتي حضرتك أكثر من قصة، يعني أكثر من نقطة كتير جوهرية وكتير مهمة. أول شيء أنا كيف بدي أختار؟ هل بختار الشيء المطلوب الآن؟ يعني سوق العمل
شو وين عم يطلب. هلا لاحظنا نحن الميل الى التكنولوجيا والمعلوماتيه واللغات فهيدا الميول كلياته. وقديش عدد المنتسبين لها؟ يعني خلينا نلعبها بشويه ذكاء. هي مهاره اختيار القرار، يعني قديه هذا الشيء بيناسب للسوق المطلوب، قديه بيناسب شخصيه الطالب، قديه كمان ممكن نحن مقدراتنا. يعني بمعنى دائما في عنا شقين كثير اساسيات لحتى انا اقدر اختار هذا الشيء وكون واقعي. هل هيدا الفرع اللي انا بدي ادخله او حتى بدي اقنع ابني فيه نوعا ما، هل هو بيناسب قدراته الشخصية؟ هل هو قادر على تعلم هيدي اللغات؟ هل عنده هذا الاستعداد؟ هل عنده هيدي المهارة؟ لأنه كل شيء بده يكون في عندي أنا مهارة واستعداد له. في أمر ثاني هو المقدرة المادية، قد ايه أنا عندي قدرة، لأنه بنعرف نحن بعض التخصصات وبعض الأقسام بتحتاج إلى مصروف يعني بكامل وتخصص بمجال المادي لحتى يقدر يواكب، في له تكاليف احيانا بتكون اعلى من غيرها. فهيدا المواضيع كلياتها نحن بدنا نشوف قد ايه متناسبه مع طالبنا، قد ايه نحن قدرانين نامن له هذا الشق اذا كان هو عنده الاستعدادات الشخصيه، قد ايه نحن قدرانين نامن له التكامل الثاني، قد ايه نحن بدنا نفصل بين شخصيتنا وشخصيه ابنائنا. بلحظه 18 سنه يفترض انه هي مرحله الدخول الى مرحله الرشد. أهم نقطة بمرحلة الرشد هي الاستقلالية بالقرار وتحمل المسؤولية هذا القرار. فكتير صعب وكتير بشوف أنا عند أمهات أو أباء هن اللي عم يعبوا الرغبات لأبنائهم وهن اللي عم يملوا عليهم وين بدهم يفوتوا. أنا هون عم أخر كتير نضج ابني وعم أخر كتير إنه يكون بمرحلة الرشد وسرع بهيدي العملية. ممكن حتى هي النقطة كمان اللي حضرتك حكيتيها، ممكن جدا انه يفوت على تخصص او مجال ويتفاجأ. هي للأسف بعض المطبات اللي منمر فيها وبعض المبادرات مشكورين كتير انه بياخذوا الطلاب بس يخلصوا من البكالوريا وتطلع النتائج وبيشرحوا لهم كل تخصص تفاصيله، لانه هيدي التفاصيل ممكن تلمس الشغف عند اي حدا فينا ويفوت بمحبه اكثر ويفوت باندفاع اكثر وبشغف اكثر. هذا الشيء بيسهل هيدي المرحله هالاربع سنين وبيعطيها طعمه جديده وبيعطيها نكهه بتخليه يكون من المبدعين وبتخليه. طبعا نحن بنشوف انه التعليم والتدريس اغلبه وجزء كبير كثير منه يعتمد على التعليم الذاتي، ان كان اللغات ان كان الهندسات اي مجال. لما انت بيكون في عندك رغبه داخليه فبيكون سعيك لترفدي تعليمك بشيء ذاتي وتبحثي عن شيء جديد، خلينا نقول مواكب لهيد هلا بهيدي الفتره، بيسرع اكثر هيدي العمليه. فقد ايه نحن نقدر نساعد ابنائنا بهذا الموضوع؟ في بعض المبادرات اللي بتساعد على انه تشرح لهم عن هذا التخصص، عن تفاصيله، عن مستقبله، عن اشياء كثير ما بيعرفوها. ممكن يفوتوا اول سنه مو نهايه العالم، انه يقلب على شيء هو بيعني له ويكتشفه بيكون اجمل بكثير ما انه يكمل بنفس المجال وهو بيعرف ماله رغبانه ابدا. طيب هون كمان بدي اسالك، في كثير ناس بيكتشفوا انه هن اختاروا غلط وما نون قدرانين يغيروا خيارهم لاي سبب من الاسباب، سواء الحاله الاجتماعيه او رغبه الاهل او انه هن اضطروا بسبب العلامات. هل اذا كان الاختيار غلط معناته انا بحكم بالفشل على نهايه هي التجربه الاكاديميه او العلميه؟ هلا بصراحه كثير نحن عم نشوف هلا دائما انه انا امتى حسيت انه انا فايت بالمجال الغلط. هذا بيعمل كمان كثير نقطة أساسية، هل ببداية الطريق أو بنصه أو بنهايته؟ بنهايته خلص قدر الله وما شاء فعل. أحيانا حاول أنا تكون نظرتي إيجابية للمعلومات اللي اكتسبتها، للأشخاص اللي تعرفت عليهم اللي أضافوا لحياتي. فلكن ما نهاية العالم أبدا، وكثير من الأشخاص الناجحين وكثير من الأشخاص اللي أثبتوا حالهم بدراسة فرعين وأثبتوا هلا كثير عم نشوفها نحن بخضم هيدي الأمور والظروف اللي عم تمرق معنا اللي كثير صعبه، عم نلاقي انه في ناس عم تدرس تخصص وتخصصين وعم يلاقوا نجاحهم بالتخصص الثاني اللي اختاروه. بظن هي مرحله النضج هي اللي بتلعب كثير دور لحتى ياخذ قرار حاسم وواضح
انا اكمل ولا ارجع، او شو استفدت، او شو فيني مثلا اعمل. نحن بنسميها هيك التفاف. احيانا بنفس التخصص انت بتكملي دراسه اكاديميه اعلى، بجوز ماجستير بتخصص ثاني، وبالنهاية العلوم والمعارف والدراسات الأكاديمية بتتكامل وبتتلاقى بنقطة معينة. ففينا نحن نلعبها بذكاء ونقدر ندور على تخصص تاني بيعني لنا وبنفس الوقت من جوهر التخصص اللي نحن درسنا. ما بعرف إذا المفهوم واضح، ولكن كتير عم نشوفه. يعني ممكن نكون نحن دارسين تخصص هندسي ولكن نميل شوي على العلوم الإنسانية إذا بتعني لنا، أو بالعكس نكون في شيء طبي ونميل على الأمور النفسية اللي نحن عم نشوفها. فهي الدراسات الأكاديمية الأعلى أحياناً عم تعطيكي مجال لحتى تغيري، أو في ناس عم تعمل تخصصين شيء بيعني لها وشيء طلع لها مثل ما عم تقولي بخضم العلامات، وأنا بشوفها كتير ظالمة أحياناً لبعض الطلاب. أكيد، وخاصة بوجود بعض الجامعات الخاصة وتوفر أمكنة يمكن لحتى بنشوف أنه مثلا طالب عم يدرس فرعين بنفس الوقت، فممكن أنه بفرع ما كتير يبدع بفرع تاني يبدع، يعني أنه بس المهم حصوله على شهادتين بتمييز معين. خلينا نحكي عن التوريث المهنة هناء، وخاصة إذا الأب والأم بيشتغلوا بمهنة معينة إن كان كحقوقيين كطب كمدرسين، فبتلاقي دائما الخيار الأول اللي بيوقع أنه يكون مثلنا، في توريث للمهن عند الأهل. كمان هذا الشيء قد ايه بيأثر على اختيار الطالب برأيك، وقد ايه صح وقد ايه غلط؟ هلا توريث المهن بتلعب فيها نقطتين. اول شيء البيئة اللي انا كطالب قاعد فيها، فهي المعلومات عم تمرق علي كثير، فصرت بعرفها، صرت بألفها اكثر. تمام، احيانا في طلاب بتميل لانه يمشوا على نفس الخط بما انه صار معهود ومألوف، والمفردات والمصطلحات العلمية والاسلوب نوعا ما صار متعايش داخل الأسرة، فهذا الشيء بيعطيه احساس بالأمان واحساس بدائرة الراحة انه هو ضمنه، فبيكون مرتاح. هي اذا الشخصية تقليدية، اذا الشخصية لا بالعكس لا نمطية، بالعكس بتلاقيهم ببعدوا عن الطريق اللي اهلهم عم يدرسوه وبيحاولوا يكونوا بمجال تاني. يعني مثل ما بيقول لك انه انا خلص حافظ، يعني حفظت الكاركتر، حفظت المنهج، وبجوز ماله رضيان هو عن سيرة الحياة تبع اهله، او عنده طموح اكبر من هيك، اقل او اكبر اللي هو. فهذا الشيء كثير بيحكمه نمط شخصية الانسان، خلينا نقول طالب بهيدي الفترة قد ايه هو رضيان عن مسيرة اهله، او شايفها بتناسبه او لا. ممكن ينسجم ويمشي تحت هيدا التيار، وممكن لا يرفض وحتى يختار شيء ثاني. قد ايه الاهل عندهم هذا الوعي بدعم استقلالية ابنائهم، قد ايه عندهم وعي بفرديتهم. أجمل شيء بالحياة هو فرديتنا، تمايزنا عن بعضنا. رب العالمين حط لكل حدا فينا بصمة ورسالة، لما نلمسها ومنعرفها هون بتكون جوهر الحياة. فقدي أنا هذا الشيء بعطيه لأولادي، قدي بقدر أسقيهم ياهن حتى مع كتب الدراسة، إنه فرديتك أجمل شيء بالحياة. أنت لما بتكون بالمكان الصح حتأبدع وحتعطي بطريقة متميزة عن غيرك، حتى لو كانوا اللي بنفس التخصص كتار، ولكن انت لما بتعطي بمحبة حيكون في إلك بصمة خاصة ونكهة ما حدا بيقدر ينساها، وحتستمتع بحياتك. هي جوهر يا جماعة أدوارنا بهيدي الحياة، إنه نحن ندرس ونشتغل ونستمتع لحتى تكون الحياة أسهل وأجمل وتمرق على خير مثل ما بيقولوا. أما الدراسة والعمل هي أعباء، هي شغلة ما لها سهلة أبدا أبدا. ما في حدا درس وهو كتير ريلاكس وكتير مروق، لا هي أعباء. ولكن لما بدرس الشيء اللي بحبه بيمرق الوقت بسرعة، لما بدرس الشيء اللي أنا بيعني لي بتتزلل الصعاب أكثر، بتمرق الساعات وأنا مالي حاسس، ببذل الجهد وأنا مبسوط. فهي جوهر الحياة، بتأمن أنه ما نحرمها لأولادنا، لأنه هون بنكون نحن عم نقويهم وعم ندعمهم وعم نعطيهم مجال ليبدعوا. كتير من الأطباء وكتير من المعلمين، ولكن هن نادرين اللي أبدعوا بهذا المجال. بس لتشوفي سيرة حياتهم بتلاقي إنه فاتوا هذا المجال بمحبة، فاتوا هذا المجال بشغف، وكان في مين عم يدعم اختياراتهم وقراراتهم.
نعم، يعني مثل ما حكيتي في كثير يمكن افكار حكينا فيها واسباب مهمه طبعا بتكون باختيار الطلاب خلال هاي المرحله. الحديث اللي قلتيه كثير مهم بنهايه هذا الحديث، انه نحن قد ما شو ما كانت الظروف اللي عم تلعب دور، لو وصلنا لهذا الفرع نحن قادرين نتميز. أهم نصيحة اليوم بتحبي توجهيها لكل أب وأم هنن عم بيساعدوا ابنهم بهي الخطوة، أو لكل خليني أقول شب وصبية أهليهم عاطينهم حرية الاختيار إنه يختاروا هنن وين بدهم يروحوا، شو النصيحة اللي بتوجهي لهم إياها؟ هلا صعب إني أنا هيك بين ليلة وضحاها أقول له لابني اختار، وأنا ما بكون مرقته بمراحل ليتدرب على حسن الاختيار وكيفية انتقاء القرار الصحيح أحيانا بالمحكات الصعبة، ولكن دعمنا لأولادنا، نظرتنا لهم بتميز وبفرديتهم، كل هذا بيساعد لحتى ياخذ قراره. وممكن كثير اذا نحن حاسين كأهل بفتره من الضياع، او نحن ما لنا عرفانين بالضبط ابننا شو بيناسبه او شو الشيء الصح له، ممكن نستعين باختصاصيين، لانه في اختبارات شخصيه وفي بعض اختبارات القدرات اللي بتحدد الميول وبتساعدنا اكثر بطريقه منطقيه اكثر من العلامات على اختيار الفرع. فبتأمل انه الاهل يكون عندهم هيدي الدرجه من الوعي، وننقل هذا الوعي لابنائنا نحن لحتى يحطوا بدايه طريقهم بالمستقبل. بكل توفيق وبكل نجاح وبكل محبه. اكيد، ودائما بنقول يمكن الاختيار هو قرار لمستقبل باكمله، لازم صح. يكون صحيح ومدروس، وخاصه بالحياه العمليه. بنتمنى من الاهل تكون وصلتهم الرساله ومن الطلاب كمان. شكرا لوجودك معنا يا هناء، اول كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، وبنتمنى اكيد لكل طلابنا التوفيق بحياتهم المهنيه بحياتهم الاكاديميه القادمه. شكرا لك.